انا جبت ماكريل وعملته فيليه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. لو انتم مش تقدروا تعملوه فيليه اسالوا الراجل بتاع السمك بتاعكم، هو اللي يفيليه لكم، هو اللي يخليه ايه فيليه. وعندنا بصل صغير، وعندنا بيكن، وعندنا شويه لبن، وعندنا طماطم، وعندنا شايفز، وممكن شويه بقدونس وكزبره خضراء، و كورن ستارتش اللي هو نشا، وكمون، وحبهان مطحون، وزبدة. هضربه، مش هياخد وقت خالص في الضرب، يكبه هتعملها لكم على طول. حط بقى دلوقتي الملح، فلفل اسود، ازود شويه ملح، هاجي هنا احط شويه الحبهان المطحون، احط شويه كمون، واحط الكورن ستارتش او النشا، هو ده اللي هيمسك لنا الحاجات دي كلها في بعض. ونحط مع البقدونس، مش هتبقى كفتات كبيره، زي برجرات كده صغننين. فحطينا هنا ايه؟ حطينا بقدونس وشوية شايفز، والماكريل بتاعنا بملح وفلفل وكمون وبودرة ايه اللي احنا عملناها، حبة هنا. نحط بقى هنا شوية زيت صغيرين جدا جدا جدا، وهبتدي احمرهم على طول عشان ابتدي في الصوص الناحية التانية. الصوص بتاعنا هو اللي هنحط فيه بقى كل الحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. ومع الزيت هنحط البصل، والبيكن، بيكن مع سمك ايه يعني، ده هو سمك لبن اهو، سمك ولحمه مع بعض، بس الصوص بيبقى حلو قوي. ده بيبقى زي كومبوت، زي صوص كده خفيف، هتشوفوا هيبقى شكله عامل ازاي وطعمه حلو. نسيح الزبده وهنزل على طول المشروب. ملح وفلفل، هنزل الطماطم، وهحط عليهم الكزبرة الناشفة، نقلب